يعني كان لازم الغردقة دي يا ابوي. اصل الدكاترة اللي هناك متعلمين ومتنورين، اتاتزة كبار احسن من الاحدانة هنا. وهتقعد لحد متى يا ابوي؟ مش هنعوج ان شاء الله. اول ما اطمن عليها وعلي بطنها هنعاود طوالي. بتجيب لي معاك مشبك وانت جاي يا ابوي. واه ليه؟ وانا قلت لك ان رايح مولد؟ جاك ضربه ببطنك. يلا يا حكمت. انا جايه. ها ترجع بالسلامه يا بوي. ترجع بالسلامه، ما تغيبش علينا. مع السلامه يا بوي. ما عاوزينش حاجه من هناك. وهيعوزوا ايه؟ ما كل حاجه حداهم. عاوزينك ترجع لنا بالسلامه يا حكمت. خدي بالك من نفسك ومن اللي في بطنك يا حكمت. يلا يا بنتي على بركه الله. يدك يا بوي. مع السلامة يا بوي. والله ولفيتي على الكبير زي الحياة يا حكمت. تفضلي تفضلي يا بنتي. دياب. الحمد لله على السلامة يا دياب. الله يسلمك. الله يسلمك. مش كنت تقول لي يا ابوي عشان اعمل حسابي؟ قلت اعملها لك مفاجأة. احلى مفاجأة في الدنيا كلها. اخد طاهر ووهدان ونطلع مشوار على البر. معاك حق يا كبير. توحشتك قوي قوي قوي.